مشفى ميديات قسم العناية المشددة. لو سمحتي هزار شاد أوغلو موجود عندكم، بس بدي اطمن عليه. هو سعمل عملية؟ شلون صار وضعه يا ترى؟ ما في أعطيكي معلومات على التليفون تقربيه؟ لا مو هيك، يعني نحنا بنعرف بعض من زمان كتير، بس لقيت على القليلة ممكن تقليلي إذا هو منيح ولا لا. للأسف ما في يساعدك بهالشي. ماشي، على كل شكرا لك يا بنتي، تصبحي على خير. وانتي بخير. ليش عم تتصلي بعدوك يا أسماء؟ ها؟ يلا احكي ليش اتصلتي. عزيزي خانم، انت بتعرفي انه بعرفه لهازار من زمان كتير، صار عندي فضول اعرف شو وضعه واتصلت لاطمن. وقدرتي تعرفي؟ لا والله يا خانم. طيب انا رح احكي لك. ما مات، الاشخاص السيئين ما بيموتوا بسهولة، هو لازم يدفع ثمن يلي سواه بالاول. شو مشان يلي نحنا ساويناه؟ شو مشان حياة الناس اللي نحنا دمرناها؟ ما رح ندفع ثمنها كمان؟ أنا دفعت الثمن، ودفعت الثمن غالي، بس إن شاء الله أنت ما تدفعي. إجا الوقت لحتى دفعك ثمن ألاعيبك الوسخة وحياة الناس اللي دمرتيهم يا عزيزي أصلاني. شو مشان يلي نحنا سوينا؟ شو مشان حياة الناس اللي نحنا دمرناها؟ ما رح ندفع ثمنها كمان؟ من اليوم ورايح هذا رح يكون مكاني بنتي. مو ستك كانت تقلي دائما سلطانة لازم تعرفي مكانك؟ أنا عرفت إنه مكاني هون. لا، لهون وبس عزيزي أصلاً. كل الأشخاص يلي دمرتينهم حياتهم بدون رحمة بلشوا يشوفوا وشك الحقيقي. مين يلي كتب لي هالتهديد؟ كنول؟ سلطانة؟ حنيفة؟ ولا أنتي؟ يمكن تكوني أنتي أسماء. لكان حياة الناس اللي تدمرت مو هيك يا أسماء؟ كل هالأشخاص يلي على أساس تدمرت حياتهم ما تأذوا أبداً مثل ما أنا تأذيت. لما دمروا لي حياتي وحرقوا لي روحي وزتوني بالمستنقع كان عمري يدوب 18 سنة. أولادي ثلاثة دفنتهم بنفسي. قول. you
حبيبتي أنا إجيت. ما بدك تفتحي عيونك الحلوين وتطلعي فيني؟ ها؟ طيب حبيبتي أنا كيف رح أضحك إذا ما طلعتي بوشي؟ كيف بدي أتنفس يا قلبي؟ بترجاكي لا تساوي فيني هيك، أنتي ما رح تحكي معي؟ بتحبي نتصل بأختك ريان نخليها تجي لهون؟ لا بلا ما تجي، أنتي صرتي تعامليها بطريقة مو حلوة. حتى الأمهات بيرتكبوا أغلاط. صحيح أنا ارتكبت غلط، بس بوعدك إني رح صلحه. أنا رح أحكي مع ريان وهي رح ترجع لعنا، وأبوك رح يتعافى بإذن الله. وبعدين رح يولد أخوك كمان. شو؟ رح يولد أخي؟ إيه أخوك. أميرتي الحلوة رح تصير الأخت الكبيرة. يعني أخي هون هلا؟ إيه. اصحك تخاف، رح أحميك يا أخي، ما حدا رح يصرخ عليك وما حدا رح يضربك. أمي تسمحي لي نام شوي مع أخي هلا؟ طبعا يا روحي بسمح لك. يا ترى شلون كان وضعنا لو ما صار يلي صار؟ شو قصدك ريان؟ يعني لو ما كانوا العيلتين أعداء، ما كان فيه الثار والانتقام بيناتهم. كنت لقيتك كمان وحبيتك مثل هلا. يمكن كنا عايشين بأمان وهدوء. انتي الامان لقلبي، ريحتك ريان ونظراتك وابتسامتك. بالرغم من كل شي صار لسه بتعتبرني الامان لقلبك؟ ايه انتي الامان ريان. كنا صرنا عائلة كبيرة مثل ما حلمت بطفولتي، وبالعياد منروح منعيد على عائلتك بالأول وبعدين على عائلتي، وبعدين منحط أولادنا عند أمك وأبوك ومنروح مشوار لحالنا. يمكن نقعد جنب النار مثل هلا، أو نروح نتمشى على شاطئ البحر مثل ما وعدتك. وقتها كنت سرقت لك نظرات عيونك. يمكن كنا غنينا شي غنية. بتحبي تغني مو هيك؟ قولي ليل ورعد وبرد وريح
ترمي برا مجنونة. ليل ورعد وبرد وريح والدنيا برا مجنونة. تلج مكوم ما بيزيح صرتي عندي مسجونة. خليكي بهالليل منيح نامي مرة بعيوني. سطر لك جوز مراجيح بين شفوني وشفونك. سطر لك جوز مراجيح بين شفوني وشفونك. ليل ورعد وبرد وريح الدنيا برا مجنوني. خليك بهالليل منيح نامي بعيوني. لا تبكي ريان، مو بإيدي. ما رح تبكي بعد هلا، تعرفي ليش؟ لأنه لسه في عنا كتير أحلام، الأحلام يلي رح توصلنا للأيام الحلوة. وبكرة بتشوفي كل شي رح يصير أفضل، وأنا بوعدك بهالشي. رح نتجاوز كل المشاكل ونعيش مبسوطين بحياتنا، بس صدقيني ووثقي فيني، بكفي إنك تصدقي حبنا لبعض. ميران ما تراجع عن انتقامه أبداً، وما رح يتراجع عنه شو ما صار. هالمرة هو رح يمسكك بإيدك وزتك بالساحة. يا وش النحس، أنت اللي قتلتي أبوكي، أنت قتلتي ابني عزار. بابا توفى. بابا انت لساتك عايش؟ لو جيتي معي لما قلت لك تعالي ما كنا عشنا بكل هالقهر. انت قتلتيني ريان. امي انت اللي عملتيها يا ريان. كل حياتنا تحولت لجحيم بسببك. للأسف انت اخترتي هداك القاتل. ميران أنا ما رح أتخلى عن انتقامي، ما رح أتخلى أبداً، ما رح تمنعيني أخذ بتاري. ريان؟ ميران خلص حبيبتي، اهدي. كابوس، مشاع كتير، الكل اجتمعوا حوالي وكانوا عم بيلوموني. ميران يا رب. ريان أنا هون فلا تخافي، ماشي؟ طالما أنا جنبك ما بسمح لحدا يأذيكي. لا تخافي حبيبتي، اهدي، هو كابوس وانتهى خلص.
لا بقى تفكري بشي، اهدي طلعي، صار الصبح، خلينا ندور على شبكة التليفون، بدي اتصل بفرات لأخذنا. تعالي أنا بترجعك، خدني لعند بابا. ماشي رح أخذك. أنا كتير خايفة ميران، بلكي بابا لو صار له أي شيء كنت حسيتي، مو هيك؟ هو عايش. يلا هلأ خلينا نروح من هون بسرعة. الله يعطيكم العافية. هات عنك. يا ترى بقدر ساعدكم بشي؟ لا عمي يوسف شكرا، ما في شي غير انه عم نستنى حنيفة لتغسل الصحون، وان شاء الله حضرتها رح تلاقي الطريق لتوصل لعند المجلة. لا تطلعوا هيك، الوحدة بتخلي الرجال يتعلم كل شيء، دائما بجلي الصحون. حنيفة بدل ما انت عم تتفتلي طول الوقت بالمطبخ مثل الحماية، شو رايك لو تشتغلي لك شي شغلة مو احسن لك؟ والله ما بقدر صراحة، تغير علي الجو، حسيت اني ضعت بين بيت المزرعة وهذا القصر. ايه من اليوم ورايح انتو لازم تدبروا اموركم لحالكم، انا ما عاد فيني ساعدكم. ها بالله شو مليكة لا تلتهي معه. يا بنات رجاء قبل ما تحضروا الفطور اعطوني شي شغلة اكلها، حاسة اني رح موت من الجوع. حاسة شي يوم رح تهجم علينا وتاكلنا. معقولة عمي يوسف بوجود كل هالنسوان حواليك انت عم تجلي؟ شو بدنا نساوي يا هندان؟ نحن ثلاثة يا دوب عم نقدر نعبي لك بطنك. ظريفة كتير. اجيتي زهرة؟ انت امتى اجيتي؟ ما حسيت عليكي ابدا، رح تروحي على المشفى؟ اجيت لشوف قول ورايحة بعد شوي. شلون صارت قول؟ ان شاء الله تحسنت. حبيبتي زهرة؟ بنتي استني لحضر لك شي تاكلي بعدين بتروحي على المشفى، ماشي روحي. لا ما عندي وقت، ازاد عم يستناني، بدي روح اطمن على هازار. مليكة قول نايمة بالغرفة، طمني عليها كل شوي، لما تفيق لا تخليها لحالها، ماشي حبيبتي؟ اكيد يا اختي. طالما انتي ما معك وقت تاكلي هون انا رح جهز لك شي تاكليه على الطريق. ما بصير تضلي هيك بلا اكل. شكرا ما إلي نفس، انا ما عم فكر لا بالاكل ولا بالشرب. لا لا تحكي هيك، اذا ما عم تفكري بحالك على القليلة فكري بالولد يلي ببطنك. صحتين صحتين. شو الظاهر قال شاب اوغلو كلياتهم مثل الارانب. السلايف عم يتسابقوا على الحمل. صحة يا هندان، صحة صحة. مهلين. يا ربي هي قالت الولد يلي ببطنه. ما شاء الله يا زهرة، انت حامل كمان؟ ليش امتى سويتوها؟ وطي صوتك. شو بكي هاندا؟ شلون بتحكي هيك قدام الرجال؟ خجلتي؟ ايه انا حامل هاندا. ايه شو يعني؟ لكون غلطت وما عندي علم ورح تحمليني شي مصيبة كمان، شو فيها؟ شلون شو فيها وانت واقعه بكل هالمصايب زهرة؟ شلون رح تقدري تتحملي الحمل والولادة؟ والله صعبة. الله يساعدك ويكون بعونك، مالك صغيرة لحتى تقدري تتحملي وانت بهالعمر. الله بيساعد الكل هاندان، لا تقلقي علي وفكري بحالك، يلا بخاطركن. بأمان الله يا اختي، مع السلامة. عن جد يا جماعة الله يساعدنا ويكون بعوننا، لأنه بعد فترة يمكن نضطر نفتح حضانة كمان. ما لها معقولة زهرة خانم ما عندها مسؤولية، يعني بين كل هالتوتر والحزن والمشاكل قدرت تلاقي وقت للحبل؟ بس انتي اللي بالأول لقيتي وقت للحبل.
حنيفة، خلي إيديكي تشتغل مو لسانك. عيلتنا عم تكبر، إذا ضليتي قاعدة هيك بتختيري وبتموتي عبكير. يلا التفتوا على شغلكن، حتى ما عطيتوني لقمة أكلها، مو مشاني، مشان يلي ببطني. على مهلك، شوي شوي اشتغلي ولا تكسري شي. ربي خلينا نمشي لقدام، بركي منلاقي شبكة تليفون منتصل بفرات. ماشي، بدنا أكتر من 10 دقائق لنوصل على المشفى؟ لا مو أكتر. ميران، الشي يلي خلى بابا يجي، رح نعرف شو السبب يلي خلى أبوك يجي. أنا أعطيتك وعد، رح ضل عم لاحق الموضوع لحتى أكتشف الحقيقة. ماشي، يلا تعالي. ليش عم تتصل بهالوقت محمود؟ ليكون في شي خبر عن هازار شاد أوغلو. انت شو عم تقول؟ جهز السيارة رح نطلع فورا. يلا فرات. انتو بخير ميران؟ شو هالحالة هي؟ في خبر عن بابا؟ كيفه؟ ما في شي سيء، لا تقلقي، لسه ما فق. خلينا نروح فورا على المشفى. تمام، المفتاح بالسيارة. ليك ميران ستك، بعدين فرات، بعدين منروح لعند بابا، مو هيك؟ بالأول خلينا نتحمم ونغير أواعينا وبعدين منروح على المشفى. ريان، ما فيني فوت على هداك القصر، لو سمحت لا تجبرني على هالشي ميران. تمام، منروح على الفندق لكان، أنا بخبر حدا ياخد لنا تياب لهنيك، منلبس ومنروح على المشفى. تمام؟ تمام. لساته تليفونها مسكر، حاسة إني رح جن أزاد. بركي هديك المرة ساوت شي لبنتي. لا تفكري بالشغلات السيئة ميران، جنبها هديك المرة ما بتقدر تأذيها. يلا أنتي فوتي لجوا، رح صف السيارة والحايك. ريان بخير؟ تمام؟ تمام. أزاد؟ إليف؟ خير، أنت شو عم تساوي هون؟ أنا جيت. أنت منيحة؟ إيه منيحة، أنا منيحة، بس أنا قلقت على عمك هازار وأجيت لشوف ريان، بركي بقدم له مساعدة. ما أنا هون، وعمي هازار لساته على حاله، يعني عم يصارع الموت من لما طلع من قصركم. رح تكون هي آخر مصيبة بيوقعنا فيها ميران الكلب. أخي ميران ما له قاتل أزاد، وأنا متأكدة يلي صار مع هازار بيك بكفي.
رجاء لا تحاولي تعتذري مرة تانية باسم عائلتك. قلت لك هذا الشيء من قبل، انت اكتر حدا بريء بيناتهم وما دخلك بعمايل ستك وميرا. ازاد الموضوع مو مثل ما انت مفكر. ريان مالا مبينه وحالتها كانت بتأسي، كأنه انهدت الدنيا فوق راسها. ولا مرت عمي حامل وعم تقضيها بممرات المشفى، ولا قول الشياطين عم يحاولوا انهم يفرقوا عائلتنا يا ايليف، فلا تعتذري بالنيابه عنهم. بس في عمي رح يحكي مين دفشه وحاول يقتله، اكيد ميراني اللي عملها، بس رح استنى لحتى اسمع هذا الشيء من عمي. انا ما بصدق انه ميراني اللي دفشه لعمك، مستحيل يعملها وخاصه مشان ريان. ليش؟ مو هو هدد بده ينتقم؟ خلاص إليف مو وقت الحديث هلا، قبل ما حدا يشوفك معي خليني وصلك. لا التاكسي عم تستناني. انا بوصلك امشي. ستي انت شو عم تساوي مع هاد الواطي؟ لا تحكي هيك، ما بيصير، ازاد ابن عمل ريان. خير ان شاء الله. جيتي لتطمني اذا عمي مات؟ انا سالت السؤال لإليف، انت شو عم تساوي مع واحد من عائله شاد اوغلو؟ انا اجيت لقول له ان شاء الله عمك معافى، لانه عمو تعرض لهالحادثه ببيتنا. انت جاي تقولي ان شاء الله معافى لعدونا وهو اللي فات على قصرنا بنص الليل مثل الحرميه؟ مستوعب هالشي؟ هلا عن جد عمي شو كان عم يساوي ببيتكم بوقتها؟ بدي اعرف شو هي اللعبه الجديده يلي لعبتيها لحتى تعرضي حياه ريان للخطر، وخليتي عمي يضطر يفوت على قصركم بالسر لياخذ بنته منكم. بس لا تشغلي بالك، بس عمي في رح يظهر كل شيء وتنكشف الحقيقه كلها، وقتها رح خليكي تتلفتي وانتي ماشيه. ان شاء الله بس يتعافى رب العالمين يعطيه العقل كمان، مشان ما يحاول انه يفوت على قصري بالسر مره ثانيه. وانت انتبه على تحركاتك وبلا هالتهديدات الفاضيه، لان ممكن تصحت كمان وتوقع على راسك وتموت. يلا امشي. غيري أوعيكي وبعدين مناكل شي ومنروح. أنا ما قلي نفس أكل شي ميران، فينا نروح على المشفى فورا؟ ايه تمام، أنا بالغرفة الثانية جهزي حالك. ماشي. أنا فكرت إنك خلصت ولبست، رح أستناك برا. تمام أنا جاي فورا. بكفي بقى يا ستي، بكفي، حاجة تعيط علي. خرسي لسه ما خلص شغلي معك، وقفي عندك.
بالوقت يلي عم يتهمونا فيه باللي صار مع هازار شلون بتروحي لهنيك؟ بلكي ساولك شي. من وين جبتي هالجرأة وهالوقاحة؟ مين سمح لك تروحي لعند آل شاد أوغلو؟ من اليوم ورايح ممنوع تخطي خطوة برات هذا الباب من دون ما تاخدي إذني، فهمتي علي؟ أنا قلتلك فهمتي؟ ألف ما خلصت كلامي وقفي لشو؟ لا تضربيني. تعالي لهون يا خانم. ستي عزيزي خانم. تعالي لهون، طلعي لشوف، اطلعي. تعرفي شو صار هون مو هيك؟ أكبر عدو لآل أصلان وقع بهذا المكان بالضبط. إذا مات ساعتها رح يكون مات جوات قصرنا، والظاهر لا أنت ولا أي حدا عم يستوعب اللي صار. اطلعي اطلعي. المفروض نحاول ننظف هالدم بسرعة قبل ما ينسفك دم أي حدا فينا. لازم ننظف دم آل شاد أوغلو بسرعة، فهمتي؟ يلا فتحي عيونك واتطلعي. ما بقدر، ما فيني اتطلع يا ستي، مشان الله تركيني بحالي، لا تعملي هيك فيني. يا خانم يا خانم لا تساوي هيك رجان، إليف كتير خافت هديك الليلة. بكفي ستي، تركيها، مو شايفتيها كيف خايفة؟ خايفة؟ هي عم تخاف بس ما عم تحط عقلة براسها. شلون تركتي وراء أهزاد؟ كيف تروحي لعنده وبتنسي الشغلات اللي سواها؟ بهالسرعة نسيتي لما انفقدت ريان شو سوا بأختك جنول؟ يلا احكي، بركي سوا لك شي. بلكي انتقم منك بسبب حزنه على عمه يلي على فراش الموت. أهزاد ماله من هالنوع يا ستي. طيب وانت شو عرفك هو من أي نوع؟ شو عرفك عيلة شاد أوغلو شو ممكن يسوا؟ هن أعدائنا يلي قتلوا لعمك وقتلوا مرت عمك بدون رحمة، لسه عم ندافع عنهم قدامي؟ ما في أي حدا بهديك العائلة عديم الضمير مثلك. هنن ما أزوكي ولا حرقوا لك روحك، بس أنت دائما بتأذيهم وبتحرقي لهم أرواحهم بكل فرصة بتصحلك. بس أنا ما أخذت ولا روح من آل شاد أوغلو، فهمتي؟ هن اللي أخذوا روح من روحي وحرقوا لي قلبي ولك. لا لا تعملي يا ستي، ما بتعرف شو عم تقول، لا تضربيها. قد ما كان الثمن اللي رح ادفعه، انا ما رح اسمح ابدا انه دم هازار اللي انسفك بقصرنا يتنظف باي حدا منا. لازم تحطوا هالشي جوات روسكن. اقلعي يلا وروحي من قدامي. ستي شو هاد يلي ساويتي؟ بركي إليف رجعت مرضت. يا خانم إليف خافت كتير هديك الليلة، بس مو هذا السبب. بعتقد تذكرت هديك الحادثة. قنول معها حق، بركي صار مع نفس الشي وقتها، شو رح نساوي؟ يا ترى إليف تذكرت شي وقالت لك عن هديك الحادثة أسماء؟ ما قالت شي، بس أنا ما بنسى بنوب. هي عم تتصرف بنفس الطريقة، بركي رجع لسعمل ربط مرة تانية. اسكتوا، ما عاد بدي اسمع شي ابدا، خلصتوا. ما حدا بالدنيا بيفكر بإليف اكتر مني. والحكي اللي قلته قبل شوي مو بس موجه لإليف، موجه للكل. فهمتوا شو حكيت؟ موجه للكل. بهالطريقة رح تفضي غضبك مني؟ ايه برافو عليكي، يلا كسري كل شي، كسري الشبابيك وحرقي هالغرفة او كل القصر. انت بتعتقدي اني رح اغفر لك غلطك؟ تعي لهون، عادي لشوف. ليش رحتي لهنيك؟ شو كنت عم تحكي مع أزاد شاد أوغلو؟ انت قلقتي على هازار؟ ولا زعلتي على اللي صار فيه؟ لا، الكل بيعتقدوا انه اخي دفشو. مشان الله ستي، انتي ما بتخافي ابدا يساووا شي باخي ميران.
لهالسبب رحتي لعند الواطي أزاد؟ رحتي تتفاوضي معه مشان حياة ميران؟ قلقتي على حياة هزار لدرجة إنك تحكي مع أزاد يا إلي؟ ليش؟ يا ترى أنت زعلانة على عمه ولا؟ أنا رحت لهنيك لأني فكرت إني رح أشوف أخي وريان. كان بدي وقف جنب ريان بهالمحنة لأنه أنا أكتر وحدة بالعيلتين بتفهم ريان. أنا أكتر وحدة بالدنيا بتعرف شو معناتها إنه يموت الأب. أنا بعرف إنه هالشي صار له زمان كتير، بس وجع هالجرح ما فارقني ولا لحظة ستي أبدا. حتى كمان الحالة اللي كان فيها سيد هزار خلتني أتذكر كتير شغلات عن هداك اليوم. خير إن شاء الله سلطانة. خير؟ من وين بده يجي الخير؟ أنا أجيت لشوف إليف وأطمن على حالتها، ولا يمكن مالي الحق ابنه؟ طبعا بوجود عزيزة أصلا ما حدا إله الحق بهالبيت. بس اني كون جنبك، يا ريت تناديلي يا بنتي وتعانيني وندعي الله يشفي، بلكي ربنا بيستجيب لنا وبركي بتنطفى النار يلي عم نحترق فيها. خير؟ شو صاير؟ أبوكي منيح يا؟ أمي قاعدة قدام العناية المشددة المسكينة، بيكون محروق قلبها كتير. طيب ليش ما قعدتي معها؟ ما قدرت ميران، ما قدرت عانق أمي وطفي هالحسرة اللي جواتي. جدي كان هوني. طيب طيب لا تبكي، خلص تعالي بترجعكي، لا تزعلي كل هالقد. طيب قدرتي تحكي مع الدكتور؟ ها شو قال لك؟ على حاله، ما في اي تطور. بس ما في اي تطور سيء، ما اي الحمد لله الحمد لله. تعالي خلينا نروح. عفوا. مرحبا، كيفك؟ الحمد لله. وانت؟ انا كنت بسيارة الاسعاف يلي جابت ابوكي لهون. طمنيني عنه، ان شاء الله تعافى. لساته على وضعه،
بس إن شاء الله رح يتعافى. آمين إن شاء الله معافى مرة تانية. بالمناسبة لما أخذنا أبوكي كان فاقد الوعي، بس هو صحي شوي وبعدين فقد الوعي، وبهالوقت كان عم يهزي ويقول الرسالة، وأنا بصراحة حبيت خبرك بهالموضوع، بركي يكون شي مهم بالنسبة لكم. رسالة شو؟